خلي الناس يقولوا اللي بغاو والله فوق من كل شيء. أناني طمع مجموع فيك صاحبي كل شيء. طريق البخاري قلتلهمش أنهم يحيدوا من السلسلة. أحرام حرام ما نقدرش أكمل معنا. لا 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 عدو هو تسبب كاع تسبب الجواج أنه مابقاش كاع باغي يدخل المغرب. هذا راجل معروف هذا كوميدي وراجل بعقله زعما معروف عليه كيحيد رزق العباد الله دو ديال الجواع دو ديال سويلاح بزاف ديال الفنانين خصوصا الفنانين الكوميديين. والله سيدي بالله ما كنظلم حد والله ما عمرني وقعت لي شي مشكله او قعت شي مشكله لشي واحد وكنت انا السبب. انا هوايتي القنص انا كتشوف فيا مغلف. انا ملي كنجهل كنمشي للغابه كنمشي للجبل كنمشي الناس كتغوت وانا كنجري وكنلهت وكنجيب معايا الطرود ديالي ولا ما نجيبهمش وندخل في حالتي وناشط وفرحان. كتحارب الناس صاحبي بالغني انك تحارب حتى الاصدقاء ديالك. انت نكلي نقول لك بانك ديكتاتور صاحبي فظيرة صاحبي الله يرحم لك الوالدين. راه هاد الناس غالطين راه هاد الناس راه بين الحق والباطل ربعة الصبعا والنبي عليه السلام دواو فيه الملك دواو فيه ما خلاو فيه من دواء. تدي الفعيل ديال ولاد الحرام تصير خيارك تدير فعيل ولاد الحرام ولكن طفح الكيل. انت السي الخياري تكرفستي على دراري. والله ما كاين هادشي بالله العلي العظيم والله اخويا الا كنحيدها من عندي وكنعطيه لهم. قالك اخويا هاد الخياري هذا راه قارنا صاحبي. السي الخياري بارك من تشتي الهبيب ديالك تشتي الهبيب ديالك بارك منا صاحبي بارك من الطمع صاحبي بارك هذاك اللي تيحقك. غمض عينيك ماشي تنقول لك غمض عينيك ما تخدمش خدم ولكن خدم بما يرضي الله. الخياري والله الذي لا رب سواه ضربت اخماسي في اسداس قبل ما نطلع لهذه الحلقه وكنت باغي ندوي عليك شحال هادي. انا كنت باغي ندوي عليك شحال هادي ولكن قلت دابي ولكن يطلع طريق يطلعوا الدراري يا طريق الدراري يا صاحبي ولد باب الله صاحبي. انا مسلسل الاخر مثلا اللي درت واحد المسلسل قال لهم جاك يعنق في اخويا ان شاء الله شوف وريني البيرسوناج صورنا 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 جا عندي صديق ديالي الله يكثر خيره عاد قال لي ودابا نقول لك راه خونا ها قال لينا قلنا راه انا ولا هو. زعما انت اكبر منافق واكبر شلابي وما تتصلي ما تلعب ما يطحخوك ونزلتي عليه حشومه. بدا تزير اصاحبي بدا تزير الناس راه عندهم عائلات اصاحبي الناس راه عندهم وليدات خصنا نستخدم ماشي انت اي خريبقه بعايره مخشي فيها انت يا صاحبي. مين يمكنش لك السي الخياري الله يرضي عليك. انا شخصيا نقول لك واحد الحاجه والله ما كتعجبني بالله. خلي الناس يقولوا اللي بغاو والله فوق من كل شيء. انت اللي كرفستي دوك الممثلين انت اللي حبستي لهم رزقهم انت اللي درتي انت اللي درتي باب. خياري كيعذب الناس خياري ما كيخلي الناس يطلعوا خياري فردك مسرع الحي على على خياري لا عفوا عادل على انا المدير على شكون اللي كيشد الفلوس وكيخزنها انا وفهيد كنا عاملين خدامين فوق ما يموت شي واحد تبدا تبكي. انا عارفك ليش تتبكي تتبكي لانك عارفك تلاقى معاه اللي غيحلبك. كيبقى فيك الحال ملي كيبقى تسمع هادشي هذا الخياري مي سي نورمال كيبقى فيه الحال لان الى 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 بعدتي ما غاديش نقول لك شنو كندير ما حيت حرام حرام خلي الله والزمان يوريك. وانت صاحبي شرفتي وهرفتي طلع دمع عنا على امك انت اصلا صالخ امك يلا نبقى نزيد نجعر نخسر معاك ودي السي الخيار انت اصلا صالخ امك يلا. عزي خياري فمو ما غنعزيهش فمو حيت ما كيستاهلش العزو حيت هذاك السيد ما كيستاهلش العزو. انا واحد المره كنت معاه كيقول لك انه كيبكي على امه ما كاينش داكشي. واحد النهار كنت معاه وكنا عندها في المحمديه وكنت غادي انا وياها وغادي معايا في الطريق وتيدعي على امه باقا حيه بصحتها تيدعي عليها. امبوسيبل ان انسان في الواقع كتقول حاجه وقدام الناس دير فيديو كتقول حاجه. مشى الخياري انا غير سي محمد مبارك تما مشات معاه للاسف شديد فعيد الحب فقدت اعظم حب فايت الحب فقد اعظم حب الله يسلمك. اللهم منك فيها قول انا لله وانا اليه راجعون راعتك اعظم السبب راعتك اعظم السبب ما غاديش.
نسميهم اعداء الله، ما غاديش نسميهم متهورون، ما غاديش نسميهم متسيبون، غنقول لهم اتقوا الله وما تبقاوش تكذبوا، راه كنكذبوا على الميت. ما كنحس بك انت يمي، انت يمي انا حداك، انت يمي الله يخليك والله، الله يخليك لينا، الله يخليك لينا، وحنا معاك ان شاء الله الرحمن الرحيم حتى تشافي وترجعي للحياه السعيده والابتسامه. اي ممثل مريض صاحبي ما كتعاونوش، كتمشي عتصور معاه، تمشي عتصور معاه، دير عليه هذاك وتم غادي. اختنا خديجه البيضاوي، اخونا الله يرحمه مسكين، ما بغيناش نقولوا لك اودي السير خياري رسالات ايامك والسير رول ما عنده باجاج. كل رمضان طالع، كل رمضان طالع، دير بوزه صاحبي، كل رمضان طالع. انت اللي كاين في هذا المغرب سي الخياري، شوف فيا الله يرضى عليك، واش انت اللي كاين في هذا المغرب؟ 18 رمضان ما خدمتي، ولك بالله ما خدمت بالرب الجليل وهذا النهار الكبير وما كنفقدش الامل، وعندي مصاريف وعندي 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 وعندي، بحالي بحال جميع الاسر المغربيه، ما يطلعش يا الدم، كاين الامل دائما في الدنيا.